السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم السعودية يوم أفراح السعودية، ربما يكون يعني أفراح تونس كذلك، لما نساواش المباراة التي سوف باقي 20 دقيقة وتبدأ المباراة تاع تونس كذلك. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وين هذه وين تعطي دفعة يعني وحماس كبير لكل منتخبات. هذا الفوز الذي يعطي، شوف فوز هذا تاع السعودية اليوم يعطي حماس كبير ويعطي دفعة شحنة زائدة لكل المنتخبات العربية. هذه هي وين نعاود نولوا نتكلموا على المنتخب السعودي، تكتيك، انضباط، روح قتالية، كوتشينج، يعني كرة تلعب فوق الميدان وليس في ندوات الصحفية. ومن ينتظر يعني هذا المدرب تاع ندوات صحفية وتاع صحافة وتاع فيسبوك وتاع مواقع وتاع باعوا له الماتش وخدموا له الماتش وداروا له الماتش، يعني مكاش هذه، مكاش عند الناس اللي تعرف ثقافة كرة القدم، مكاش هذه تقديس، مكاش تقديس، مكاش يعني مدرب اللي حنايا ما اديناش كوب دي مود، راه على بالك باللي راه مكلاسي ساتيام في 32 مدرب اللي راهم في الكوب دي مود، مكلاسي ساتيام من ناحيه الاموال فقط. هذا مكان كيكون عندك يعني يكونوا عندك لاعبين كيما يكون عندك مدرب يعني كيما رونالد وشامبيونه مليحه، يعني تشوف كيفاش وين نقولوا قلت لك شامبيونه مليحه بلاعبين يعني محليين. كان اللي خاطيرو عليك يقول لك لا الشامبيونه تاعهم مليحه، لا بوكراف هذيك راه مليح باللاعبين تاع الشامبيونه تاعنا. او موا هذا المدرب كون جاي دور، هذا المدرب تاعكم، هذا المقدس تاعكم، وزير التعاسه، يعني كون جا صح يدور في الجزائر، او موا كون شعل جوج لعابه ثلاثه على الاقل. بصح لا هو عنده 11 واحد يلعب بها. منتخب سعودي اثبت جدارته وسيطرته على المباراه من كل النواحي، وذلك بتطبيقه كره هجوميه امام العملاق من عمالقه الكره العالميه. يعني ما نقصوش بالارجنتين، يبقى منتخب عملاق من عمالقه الكره العالميه. من تتفرج هذه المباراه فكرت مباراة لعبنا فيها بخمس مدافعين بالرغم من فوزنا ذهاب بهدف لصفر وخدعنا فيها إيكابي، وما زال كاين بعض المتفرجين اللي راهم يقولوا مدرب عالمي، عندنا مدرب عالمي، عندك مدرب تاع الاخر، عندك مدرب تاع شيكولا الشعبوية. جماعة في مارس رانا جايبين لعابة، في مارس رانا جايبين لعابة في مونديال، مدرب سعودية في مونديال ضد ميسي والأرجنتين. من هو الاسم يعني اسم أرجنتين؟ دخل مباراة بأربع مدافعين متقدمين، تحسهم لاعبين وسط، ضيقوا المساحات وأجبروا الأرجنتين على التمريرات في العمق، معظمها تسللات، ثم استغل برودة المباراة وتسجيل هدفين، فعاد وعمل بلوك دفاعي مستحيل اختراقه. باش تعرف اصاحبي، باش تعرف الناس خلوني نعاودها لكم بالك تدخل لكم مليح في ريسانكم. احنا لعبنا امام الكاميرون اضعف منتخب يعني في 10 اللي كانوا لعبوا ماتش دوبارات، لعب لهم بستة الراولي، لعب لهم بستة الراولي، تشوف خمسة بصح زروقي ولا يلعب في لاديفونس، لعبنا بستة، واحد في لاطاك، واحد في الوسط وثلاثة في لاطاك هايمين مساكين. هذا هو المدرب المقدس تاعكم. من بعد يجي يقول لك باعوا له الماتش فوق راسو، علاه باعوا له الماتش؟ ما هو فانيك داخل فيها ولا كيمي دار دو دارها تروا، شكون اللي داخل فيها؟ ساهموا رواحكم معه. في مونديال ضد ميسي والارجنتين، من هي الارجنتين؟ عملاق من عمالقة الكرة العالمية، يعني باش تفهمها، دخل المباراة بأربع مدافعين متقدمين، كيفاش ولا يلعب له؟ ويلعب له لالين دور جو، خلاهم يلعبوا كرات طويلة ولاو طايحين في فخ التسلل. قلتها لكم الساعة اللي كانت الفاضية تلعب، قلتها لكم بريمير ميتود، درت لكم ملخص، قلت لكم هاك الرجالة كي تلعب، وين تحسهم لاعبين وسط.
ضيعوا وين ضيقوا وين ضيق المساحات، واحد وين اجبروا الارجنتين على التمريرات في العمق، معظم وين معظمها كانت تسللات، ثم استغل بروده المباراه وتسجيل هدفين، فعاد وعمل بلوك دفاعي مستحيل اختراقه. خويا ها انتم ولد عمي راكم، حنايا عندنا مدرب على بالك تاع بلاطوات، مدرب مسكين الله غالب يعني، وين تاع هذه مباراة وهذا المدرب، يعني خلينا هذا المدرب يرد على أصحاب يعني إلى المقدس وأصحاب الشتاء والشعبوية الذهبية. هذا كي تقول باللي وزير، كي تهدر على رونار، وزير السعادة تاع كل العرب اليوم، يعني به بهذاك الوزير السعادة الأصلي اللي حبيبنا اللعاب يعني. ودي خلونا غادي، خلونا ربي، خلونا الرجاله يعني. وشو التصريح تاع اللعاب، شو اللعاب السعودي عبد الله في تصريح قوي على قناه الكاس، وين قال لهم عندنا مدرب مجنون قال لنا بين الشوطين كلوا العشب، له تحفيزات العرب، له نهج تكتيكي يعني الحرب، له نهج تكتيكي قوي جدا يعني. هذا مدرب كبير صاحبي، مدرب في القمة يعني، مدرب ماشي تاع 6 ملايير، مدرب ماشي داخل يدير الاخر يدير لك من ويدير لك من ويدخل لك فلان ويخرج لك. كيما البارح شفنا هذيك امراه، بصح علاه نقول باللي اصحاب اصبحت راجل، علاه خات خازنين موراها النساء، النساء ذوك اليوتيوبر، المدرب كاع خازنين موراها، خرجت هي تهدر. قلنا لك طرده، قلنا لك طرد فلان، قلنا لك مدرب لي طرد فلان، ومدرب لي يدخل في الاداره ويطرد الغاشي، هذا شات قارع منه، شات قارع منه، شات قارع منه. شو كيفاش شو بانوا، وكاع عصابه بانت في السويد، عصابه اللي بانت في السويد يعني. شو كيفاش الاخضر السعودي يبدع ويقنع ويمتع، هذه يا خويا يعني دار كلش في من تلعب فوق الملعب، ماشي في الصفحات يعني ميموزا والتعليقات الفايحه وتعليقات يعني ما تكمكاش، ما تشوف انت كيفاش الناس لعبت، تشوف كيفاش ناس يعني قدمت، وتشوف التكتيك. اني شو بي كتني انا اللي بدا نقولها لكم، انا نقول لكم نبغي نشوف المباراه، ما نبغيش نشوف مباراه كيما تاع خاوتي هذيك ارتيتا. ارتيتا ضحك من محرز ضيع، خاوتي هذيك ارتيتا ما ضحكش، انا نبغي نشوف مباراه، نتفرج جوارديولا نشوفوا كيفاش التغييرات، كيفاش نشوف لادفيرسير كيفاش يغير له الخطه، انشيلوتي نشوف. ماشي لازم تتعلموا هذا الصوالح، مدرب كيما هذا، مين مدرب هذا، هذا المدرب هذا رونار هذا، مين خرج، مين خرج مدرب هذا، مين خرج يعني قلع فيها. دوزيام ميتو، علاه نقول لكم باللي مدربين في الكوب دي موند عندهم يعني كيفاش نقولوا، قلتوا معايا عندهم منهج تكتيكي جهنمي، خطط جهنميه، خطط جهنميه. اين مدرب؟ احنا ما عندنا والو. انا راني نقول لكم باللي هذا المدرب هو ضعيف تاعنا، لان تاع الجزائر هو ضعيف، هو ضعيف في المدربين، بصح هو الاغلى في المدربين من جانب المال. نقول لكم مدرب ما كان والو، مسكين مدرب عنده 47 عام، لازم يروح يقرا 3 سنين، انا يسعفني يروح يقرا، راه يبريكو ليا، وزيد راهم يديروا له كيما هكا، طرد 5 وبيجيب 5. يا ودي ماشي قضيه تاع المدرب، ماشي قضيه تاع اللعابه، لازم تتفاهموا، ماهيش الديفو، ماهيش في اللعابه، الديفو راهو في المدرب. مدرب ضعيف تاكتيكمون، ضعيف يعني ضعيف، مع فقير تاكتيكمون. يا مدرب ماشي قضية، ماهيش ضروري، ماهيش تاع اللعابة. هاك تشوف ميسي، دي ماريا يعني ما داروا والو، هذاك الفارو هذاك يدخل مع ما عند جوارديولا يدخل مني ماركي من، ما داروا والو. يا وراهي قضية تاع مدربين، يخدم لك خطة يخليك تدور في بلاصتك، يخليك يجهلك من راسك. وراهي صرات لنا، انا من سيراليون كوب دافريك اللي فاتت، سيراليون كبيرة، بصح مدرب عرف كيفاش يبلع عنا، وعرف كيفاش يلعب كرة طويلة، ولو يخرجوا علينا الأطراف ويلعبوا لي روتري ويلعبوا غينيا استوائية كبيرة. يا مدرب كيفاش بوركينا فاسو بالفريق، لعبوا لنا بالفريق الثاني 2 خطرات ما ربحناهمش. يا لازم تساهموا، هذه انتم واش راكم باغيين تعرفوا باللي مدرب ضعيف، هذه اللي نخليها لكم. وصيب ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو
باش ديما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني يدخل لي ابوني معنا. صحيتو خالتي وربي يحفظكم.